أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to your Quran studio. Today I'm together with a brother by name Abdulaziz Adam. Abdulaziz Adam. So I'm opportune to meet this brother, which is one of our Koro here in Bidan in Niger State. So and I would like him to give us a wonderful recitation from the glorious Quran. So and I don't want him to read with halves. So let's hear the qira'ah or riwayah he wants to recite with. If he can recite with kulliyat al-qira'ah at once, then we'll be glad. But I don't want him to use house. Bismillah. Inshallah, I'm still a student. I'm going to recite with riwayah to Sufyan Abi Amr. Inshallah. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillah. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ما شاء الله, what a wonderful recitation by our brother here. So we sincerely appreciate and thank you so much for this beautiful recitation, and let's see you next time.